يا جماعة الخير، البرنامج بيقول انه احسن وقت لقطف الزيتون من شال الرصيع بيقول انه بيبدأ من 1/10 من 15/10، يعني لما بتبدأ الحبة الخضار تبعها يصير عاطي على صفار. شايف كيف؟ هذا بتاخده للرصيع، يعني لما تصير الزيتون حب الزيتون ها اصفر هذا احسن وقت. ايوه للرصيع. عاد انا قطعت شويه شجر وهو خضر بعد وما بس يلا ما كملت انا. في ناس في ناس يا عبطان والحكي للجميع ولا تهول مشان يكسبوا قال السوق بيقطعوه بدري شوي مشان يبيعوه بسعر مرتفع، هذا غلط. بينما اللي يصبروا عليه بيكون احسن وبيجيب له مسعر احسن. ما هو يرخص يا عم يا ابو مفلح، يرخص يعني احنا نتعب على الشجره مشان نبيع. تكون حبه كويسه يا عطان ما بيخصب باذن الله. يوزن اكثر، يوزن اكثر طبعا. والله لها اصول يا عطان. بعدين اللي لما بصير الحبه بتعطي على سواد، شايف كيف؟ حبه الزيتون بتعطي على سواد، يعني يصير تقريبا هذا بصير تقدر تاخذه للتخليل، يعني عاطي على سواد. لما بيزداد السواد وبصير تقريبا 60% الشجره حملها زيتون اسود غامق، شايف كيف؟ هذا تقدر تقطفه مشان الزيت. هذا بده غير لشهر 11 تصير هيك يا زلمه. ايوه، في ناس بقول لك من 1/11 لاخر شهر 12. وهذا افضل شيء، يعني يعني كل ما طول احسن، كل ما طول ونزل عليه مطر الحمد لله بيكون احسن. بس يا ابو مفلح، نعم نعم الله عليك، في شغله ثانيه كمان عجبتني اليوم سمعتها من الحج مازن. تفضل. يزيد فضلك، يقول لك بدال هالمزارعين ما لما يجي وقت يودوا على المعاصر يتهاجموا مراكضة على الدور والكل زي ما تفضلت بده يقطف بكير بكير، لا الحج مازن قال بالراديو انه مثلا ابو هاني بده يقطف زيتوناته خلينا نقول يوم الاربعاء الجاية موعد القطف عنده، موعد القطف عنده وحاجز دور الخميس. لو انه قطف يوم الثلاثاء قبل بيوم بيومين بيكون افضل. ليش؟ يعني بيقول لك لما تحط الزيتونات بشوالات وتوديهن على المعصرة ويقعدن يومين ثلاث أربعة أيام عبين يستنى الدور، الزيتون لما ترصه فوق بعض نعم لأنه ثقيل، ثقيل بيروح منه نسبة كثيرة للزيت. أيوه، بتزداد حموضته، تزداد. أيوة. مش بس هيك يا أبو يوسف، تفضل. أنا شفت لك بباب هالمعصرة بتلاقيهم مسويين كوام كوام كومين بشوالات، اللي حاطه بكياس بلاستيك واللي حاطه بكياس غيش واللي حاطينه بصناديق، كل واحد ومزاجه. بتلاقي هالناس قاعدين فوق الاكياس، لا هذا غلط. فوق الاكياس بتلاقي الزيت بعصر وبنقط من الشوالات وهن بعدها لسه ما انعصر. هذا غلط، هذا بخسر بيه كميه كبيره. طبعا الزيتون بدك تحطه باكياس خيش مشان التهويه، شايف كيف؟ او تحطه في سحاحير بوليسترين، بوليسترين او خشب، نعم للتهويه. مشان يتهوى، مشان ما يفقد زيت زي ما تفضل اخوي ابو سعد، شايف؟ واحنا من زمانات المثل بقول انه خير الاوقات منشان الزيت، منشان الزيتون وتستفيد منه من الشجر للحجر. للحجر نعم. يعني انك مش تاخده تقطفه قبل الوقت ولا يجيك دور لبعد 10 ايام، هذا غلط. زي ما تفضل اخوي ابو يوسف، تاخذ موعد اول من العصر المعصره، شايف كيف؟ وتروح تقطف، بس اخذت موعد بعد بكره تعمل جهدك انه بقى خلال يومين تكون مقطف. ايوه يا عمي يا ابو مفلح، ولا يهون الربع ولا يعني انا بالنسبه لي عندي 200 دلم مزروعات زيتون، هسع ودي اخذ دور اقطف بيوم واحد هال 200 دلم ما تضبط معي. بعدين اذا ما كسبت سعر، يعني اذا ما قطفت بدري مشان اكسب اعلى سعر البيع الزيتون، انا هسع ودي انتظر عليها لما تصير صفرة ولا نص سودة. انا بالنسبه لي وين موسم السعر الطيب اقطع الزيتون وعلى المعصره وبيع. انا ودي اجيب هسع وانتظر لما يصير اسود ولا يا اخوي عطان أسود. يا اخوي عطان ولا يهون السامعين، ولا يهون. انت لما بتستنى على حبه الزيتون لما تصير صفرة او خضره فاتحه، عرفت شلون؟ اول شيء ممكن تيجي مطره قبلها قبل ما تلقط، وتحبت الزيتون ترجع تفرفح وتكبر، عرفت شلون؟ مثل ما كبرت الحبه بزيد وزنها، بس سعرها اما وهي صغيره مصر نهيت، وشو بدك تسوي بيها هاي؟ ما بتنفع، لا بتتاكل ولا تنضاك مره. سعرها بيكون واطي يا عطان، ما بيجيب سعر زي ما قال لك اخوي ابو سعد. كل ما كبرت الحبه للنظر، يعني تشتيها شهوه انت.